ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل فيديو جديد ستيفلر رياكشن. هنعمل تريلر رياكشن لفيلم من الافلام، كنت هقول مسلسل، مسلسلات رمضان، من كتر المسلسلات اللي احنا عاملين نعمل لها تريلر رياكشنز مش طبيعيه يعني. لفيلم من الافلام اللي لسه التريلر بتاعها لسه نازل تقريبا من يومين، والفيلم هو مش عارف اذا كان هيبقى ريميك ولا هيبقى سيكول ولا هيبقى بريكول ولا هيبقى ايه بالظبط. ليه فيلم الافلام الطفوله، هو فاكرين فيلم سبيس جام بتاع مايكل جوردن؟ هيتعمل له فيلم جديد اسمه سبيس جام ا نيو ليجاسي، تقريبا هيبقى، ما اعتقدش هيبقى سيكول، ما اعتقدش، عندي احساس ان هو هيبقى عادي جدا ريميك، ولا ايه هيبقى سيكول؟ هشوف يعني، هتفرج على التريلر وهعرف يعني. اتمنى ان هم يكونوا قايلين في التريلر. الفيلم من كتابة جويل تايلر ومن إخراج مالكوم دي لي. مالكوم دي لي يا جماعة ده اللي كان المخرج بتاع فيلم Girls Trip و The Best Man. عايز أعرف بقى مين في رأي البطولة بقى، مين غير لبرون جيمس؟ لبرون جيمس ده يا جماعة بتاع الباسكت، ده حقيقة، ده راجل بيلعب باسكت بجد، بس أنا مش من محبين الباسكت بصراحة. راجل تقيل يعني في عالم الباسكت يعني، الـ NBA بقى وكده وحركات. عندنا زندايا، زندايا هي لولا باني، اوكي، وعندنا كمان دون شيدل، معرفش الكاركتر بتاعه مين هيبقى. جابرييل إغليسياس ده هيبقى سبيدي جونزاليس، نايس، ذاتس ا نايس كاست لحد دلوقتي يا جماعه، ده راجل تقيل يعني. جابرييل إغليسياس ده ستاند اب كوميديان تقيل يعني، هو اللي هيبقى سبيدي جونزاليس، انا بحب اصلا سبيدي جونزاليس. ماشي، ولبرون جيمس، وحيبقى كمان جيف بيرغمان هو اللي هيعمل باجز باني وسيلفستر مي. اوكي، جيف بيرغمان، اوكي، ده اللي كان بيعمل اصوات برضو زمان يعني، بتاع الكرتون بتاع لوني تونز زمان برضو. الباقي الكاست ليست مش معروفين صراحة، بس في نفس الكاست بتاع الكرتون بتاع لوني تونز القديم يعني، ده اللي انا متحمس ان انا اشوفه من الاخر يعني سكة ودغري. مش عارف اذا كان هيبقى احلى من القديم ولا لا يعني، بس مش هشك يعني. طبعا كان عادة ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. سبيس جام نيو ليجاسي، يلا بينا. Basketball camp is next weekend. You got amazing potential on the court and I can help you get there. What in the matrix hell? Where's Dom? The only way you're getting your son back is if you and I play a little basketball. What is this? I'm a cartoon? What's up, Dom? A dream team. Mom, shoot the ball. Let's try that again, shall we? Welcome to the Space Jam. اوكي يا جماعه، التريلر بصراحه حلو وفشخ، مش عارف اذا كان ممكن يبقى احلى من القديم ولا لا، بس انا اول بصراحه ما شفت كينج كونج وفلينستونز وسكوبي دو وناس كده موجودين من الكرتونز القديمه بصراحه، يعني حسيت ان انا هقوم من على من مكاني يعني. المشهد اللي كان في الاخر ده اللي كان بيعمل لبرون جيمس الكره كده وراح يعملها دانك، فكرني بنفس السين بتاع مايكل جوردن في القديم. كان برضو في مشهد من المشاهد بتاعه الفيلم في الاخر، كان مايكل جوردن ابتدى يعمل بايده كده لحد مش عارف دراعه مطول ووصل لحد الباسكت يعني. لا بصراحه ساوند كول يعني، انا مبسوط يعني، بس مش عارف ليه ما حطوش ليه مايكل جوردن تاني، يمكن عشان كبر في السن مثلا يعني، مش عارف. بس لبرون جيمس مش داخل دماغي قوي، وطبعا كنت ممكن اقول كيفن هارت، بس كيفن هارت هتبقى صباح الضحك يعني، بس مش هينفع طبعا. كيفن هارت كان لازم يكون لعيب من لعيب باسكت يعني، من الاخر NBA. ماشي يعني، ماشي شغال يعني، بصراحة مش وحش، بس حسيت ان انا رجعت في الزمن حرفيا اكتر من 20 سنة ورا يعني، وانا بتفرج على التريلر يعني، حسيت ان الموضوع يعني في حماس اكتر يعني، في حماس وبتاع
اتمنى ان مايكل جوردن يكون موجود في الفيلم ان شاء الله، حتى لو يطلع مشهد واحد. وبصراحه يفاجئنا يعني، كويس ان هو مش يعني ما جابوش حاجه في التريلر دي علاقه بمايكل جوردن. تمام، لا انا بالنسبه لي تمام الفيلم يعني، انا بالنسبه لي تمام قوي يعني. انا بصراحه مش مهتم بموضوع مين يكسب ومين يخسر، بس انا داخل اتفرج على الناس بتوع الكرتون يعني، سكه ودغري يعني، انا طفل لسه يعني، جوايا طفل صغير عايز اتفرج على الكرتون بتوع زمان لوني تونز يعني، لا مؤاخذه يعني. تقريبا هو ده هيبقى فيلم لوحده يعني، بس انا دخلت على انا دخلت على IMDb مكتوب ان هو سيكول، بس انا غريبه قوي، انا مستغرب ان هو ده سيكول، مع ان انا مش حاسه سيكول خالص الفيلم يعني، مش حاسس ان الفيلم سيكول، على قد ما حاسه ان هو قصه مستقله عادي جدا، زي الفيلم الاولاني يعني، في الجزء الاولاني مش عارف، انا مستغرب قوي ان هو سيكول يعني، هم مكتوب ان هو سيكول بس انا مش عارف ازاي ده سيكول يعني. انا من وجهه نظري شايف ان هو ريميك للقديم. ما علينا، انا نسبه ترقبي للفيلم 8/10، 8/10 لسبيس جام. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم سبيس جام ا نيو ليجاسي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. واي واي.